عاشقة القطط من صغري وانا كنحماق عليهم، ولكن الدار ما كيخليونيش حيت فيا الضيقه. وصافي هاد الفكره جاتني كنت دايزه غير في التصاور هيدا من مدينه تركيا، كنشوف هاد المبادره عندهم في الشوارع. قلت ارى نعملتين حدا الدار، وكنتمنى نشوفها في الحوامي كاملين، ما نكذبش عليك، كنتمنى في مندوش شي حي في طنجه مجبره كاينه. شي حاجه بسيطه والتكلفه ديالها ما فايتها شي 150 درهم، لكن ما كيجبروش ما ياكلوا، هما اكثر يعني تضرروا بزاف في هذه الجائحه. المطاعم شادين، كل شيء شاد، يعني المساكن كيجبروا بعدا غير باش يعتقوا. شي مره كيبقاو حتى سيمانه بلا ما وبلا هذا، باش كنخرج لهم الماكله. حتى الناس في الحومه هنا كيخرجوا لهم، كيقطعوا لهم رضايم، نعملوا لهم الماء وداك الشيء، ولكن ماشي في حال اللي غتعمل لهم حاجه تبقى نقيه وما غتكلفك شيء بزاف. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.